أُسدل الستار اليوم على أعمال المؤتمر النقاشي حول توجيهات الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية لاختيار التخصصات المناسبة التي تلبي سوق العمل المحلي والإقليمي. كان ذلك بحضور أمين الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور حسين مسار حسين وعدد من المعنيين والأساتذة والمتخصصين. تقرير إبراهيم محمد موسى. جاء اختتام أعمال مؤتمر نقاش حول توجيه الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية في اختيار التخصصات التي تلبي طموحات الطلاب في المساقين العلمي والأدبي بعنوان كيفية اختيار التخصص في الجامعة، ذلك بإشراف من جمعية أبناء توماي من أجل التنمية في تشاد. وفي هذا الإطار قدم المحاضرون عدة نصائح وتوجيهات حول التخصصات التي تلبي احتياجات السوق. أما الأمين العام لجمعية أبناء توماي آدم محمد شكو فقد عبر عن جزيل شكره للطلاب والحضور، كما هنأ الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية. الشاب مثل أمثالكم أنت الواحد حصل على يعني في اندهار حصل على الشهادة الثانوية، خليكم عند هدف عند برنامج أن أصبح طبيب أو مهندس أو اقتصادي. يعني إنسان تدرس تخصص، لماذا تدرس هذا المجال؟ ما لا تدرس يعني ما ليش تدرس؟ لأنك مهندس عشان نعمل نطور البلد. وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه المبادرات التي تقوم بها الجمعيات للمجتمع المدني تساهم في تشجيع وتحفيز الطلاب على اختيار التخصصات المناسبة حسب قدراتهم المعرفية والعلمية.